بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلينا معهم برحمتك يا ذا الجود. مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البرنامج الذي يجعلنا ننتقل من هذه الدنيا إلى عالم آخر، إلى عالم القرب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم مع الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الموجودات التي حولنا كلها تعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الموجودات كلها تحن وتشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. إن أحداً جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد مثال على الجمادات، كان جبل أحد وما زال يحب سيدنا رسول الله ويشتاق إليه. حين وقف سيدنا محمد على جبل أحد، اهتز أحد طربا وفرحا بمقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جذع النخلة التي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فصنعوا له منبرا حتى يراه الناس. فلما كان يوم الجمعة وصعد النبي على المنبر الجديد، سمع الصحابة أنينا كأنه إنسان يبكي بنحيب، فإذا بالصوت يخرج من جذع النخلة. هذا الجذع حن إلى رسول الله، فنزل المصطفى عليه الصلاة والسلام من على منبره وأتى إلى الجذع وحضنه واستقبله، ثم هدأ الجذع وسكن، حن الجذع إلى رسول الله. الإمام الحسن البصري يقول: الخشبة تحن إلى رسول الله، أما آن لقلوب الذين آمنوا أن تحن وتشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مررنا بحجر ولا شجر إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. الحجر يسلم والشجر يسلم، هذا الكون كله يعرف سيدنا محمدا إلا عاصي الإنس والجن، كلهم يحبون النبي، كلهم يشتاقون إليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحابي يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه في رواية الإمام أحمد يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من النبي عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عجبا، ثلاث أشياء شفتوها عجب. قالوا: ما هي؟ قال: الأولى أننا مررنا ذات يوم في مكان، لما خرجنا قال: فإذا بي أرى بعيرا قد هاجت ويريد أصحابها أن يسكنوها فلا يستطيعوه، فلم يستطيعوا ذلك. فقال: فلما صار سيدنا رسول الله قريبا منها أتت إليه وناخت عنده صلى الله عليه وسلم، سكنت. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أصحابها؟ فأتوا بأصحابها. فقال: بعنيها. قالوا: لا يا رسول الله، هي لك. قال: بعنيها. قال: هي لك، نهبها لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بعنيها. فقالوا: يا رسول الله، إنها لأناس، يعني فقراء، ليس لهم غيره، يعني ما عندهم غير هذا البعير. فقال: أما وقد ذكرتم ذلك فإنه جاء يشكو، إن البعير شكت إلي صلى الله عليه وسلم، شكت كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليها. والأمر الثاني الذي رآه يعلى، وهذا هو شاهدنا في هذه الحلقة، قال: نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا بشجرة تأتي وتشق الأرض وتأتي حتى غشيته وظللته صلى الله عليه وسلم، يعني صارت فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قليلا ثم عادت كما كانت، ثم عادت تشق الأرض إلى أن رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله، تلك الشجرة شقت الأرض وجاءت حتى ظللتك وغشيتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها شجرة لما رأتني استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها فجاءت فسلمت. والثالث رأى صبي، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا كان مصروعا فمسح عليه فشفي بإذن الله. الشوق إلى رسول الله. أبو البشر البندنجيني من بلاد بندنجين
المتوفى 284 هجرية كان شاعرا عظيما، وكان أعمى أكمه، ولد أعمى، وكان ذا غناء وثراء، وكان يحب الشعر والأدب وصاحب ذوق. ذات يوم كان يسير في منطقة باب الطاق، سوق باب الطاق في بغداد، فمر من جنب خباز فإذا به يسمع حمامة تنوح في قفصها، فوقف فما زال يستمع إلى نوحها، وإذا به يبكي بكاء شديدا. فقال لصاحب الخباز: من أين أتيت بهذه الحمامة؟ قال: أتيت بها من أرض الحجاز، فإذا بها تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعنيها، أتبيعها بعشرة دراهم؟ قال: نعم. قال: خذ هذه العشرة دراهم. ثم ألف شعرا، هو أنشد شعرا يقول: ناحت مطوقة بباب الطاق، فجرت سوابق مدمع المهراق، حنت إلى أرض الحجاز بحرقة، تبكي فؤاد الهائم المشتاق، إن الحمائم لم تزل بحنينها قدما تشكي أعين العشاق، تبكي أعين العشاق، فأتى الفراق بها العراق، فأصبحت بعد الأراك تنوح بالأسواق. يا ويحه، ماذا جنت قمرية، يعني حمامة، ماذا جنت قمرية، لم تدري ما بغداد في الآفاق، فلما سمعت حنينها ابتعتها، يعني اشتريتها، وعلى الحمامة جدت بالإطلاق، بي مثل ما بك يا حمامة، فاسألي من فك قيدك أن يحل وثاقي. كل شيء في الكون يشتاق لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبي يحن إلى النبي محمد، وبهديه أبدا يقول ويقتدي، إن الرسول سراج كل فضيلة، ومنارة العلياء وشرع الأوحد، نعلو بمنهجه الكواكب رفعة، ونطير فخرا فوق هذه الفرقد، ونسير تتبعنا الشعوب مطيعة، فلنا به صدر المقام الأمجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.